بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك آت فارم 1 أو المزرعة واحد على اليوتيوب، النهاردة إن شاء الله بنجهز لزراعة البامية. أحد متابعينا الكرام بيسأل هل ينفع أن أنا أزرع البامية في شهر نوفمبر؟ طبعا الإجابة حتكون من خلال هذا الفيديو. في الفيديو ده إن شاء الله حنشوف، احنا طبعا في أرمنت هنا بنزرع البامية مبكر جدا، وكل ما كانت زراعة البامية يعني في وقت مبكر كلما طبعا ايه كانت الارباح عالية جدا. يعني بننتج البامية قبل اي مكان في جمهورية مصر العربية، فاحنا بنزرعها في منتصف شهر 12، ويعني بيكون الانتاج كده مع بداية شهر 3. فيعني أرمن تعتبر سوق كبير للبامية، فبيجي التجار من كل المحافظات عشان ياخذوا البامية. فإن شاء الله هتشوفوا معنا في الفيديو ده مجموعة تجارب اللي بيجربها المزارعين عندنا هنا، بحيث إن هو يحمل البامية على بعض الزراعات بحيث تحميها من الصقيع. فهتشوفوا النهاردة بقى معنا زي إن احنا بنحمل البامية على التوم، ودي مجربة وثابتة عندنا، لكن عايزين وقت مبكر أكتر. فروحنا بنجرب بقى زراعة الفاصوليا مع البامية، بنجرب تحميل البامية على الفول البلدي، بنجرب تحميل البامية على الكمون، بنجرب تحميل البامية على الحلبة. كل ده إن شاء الله هتشوفوه معنا في الفيديو ده. بس اعملوا لنا لايك للفيديو، لأن اللايك للفيديو مهم جدا، واشترك في القناة لو كنتش مشترك معنا، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. فتابعونا، بس اللايك مهم جدا للفيديو. يعني احد متابعينا يقول ينفع نزرع البامية في شهر 11 اللي احنا فيه دلوقتي، احنا النهاردة 3/11 او 4/11، ينفع يزرع البامية دلوقتي؟ اغلب المحاولات اللي تمت في شهر 11 بتفشل اغلبها. بيجي النبات بيكون يعني حاليا يعتبر الجو داخل شوية، فالنبات بيطلع بسرعة فبيبقى غض، بيجي السقعة والبرد الشديد يخلص على الزرع يعني. لكن لما الزرع يكون عدى في الشتاء بيطلع في الأول بطيء جدا جدا، فيتماشى مع الجو اللي هيجي يعني. فهمني؟ يعني هو مثلا أنت بدأت بيه بالدفى وبعدين دخلت على البرد، هينهار. لكن أنت بدأت فيه في البرد الشديد، هو يبتدي يعني يمشي على قدر الظروف اللي هي لغايه ما قبل الدفع. طب حضرتك هتزرع الباميه ان شاء الله، يعني دي التوم يعني في جزء منه خضر، هل هتزرع دلوقتي ولا امتى بالظبط الباميه ان شاء الله؟ لا، بعد نص 12. بعد نص 12؟ يعني حوالي شهر ونص من دلوقتي. تقريبا. طب عملتوا تجارب قبل كده زراعه الباميه في شهر نوفمبر ده؟ لا، ده كتير، محاولات كتيرة، الناس كتيرة حاولت، واحنا حاولنا محاولات، ولحد دلوقتي الناس ما بتبطلش فيها محاولة يعني، لكن الأغلبية بيفشل، والفشل بيبقى ذريع، والخسارة بتبقى كتيرة خالص. فخلي الواحد خليه في الأمان أحسن. الأمان. طب زارع حاجة غير التوم في الزرعة بتاعتك دي؟ والله يعني بجرب شوية حاجات كده وأشوفها يعني تنفع معنا ممكن في يوم من الأيام. يعني زرعت حلبة وزرعت فاصوليا وفول بلدي وكمون، بس الكمون صعب شوية، حساس للمية خالص. ف يعني عاوز يعني خبرة شوية في زراعته، عاوز الأرض برضو يكون معاك تناسب الكمون، مش كل الأرض هتناسب الكمون يعني، عشان هو حساس للمية خالص يعني. طيب والحلبة زرعها برضو تجربة؟ الحلبة أصلا برضو بتخلص تقريبا في شهر 3 يعني. بتخلص في شهر 3. والطول بتاعها يعني يعني مش كبير قوي يعني. تمام. فممكن تبقى ذروه للباميه وفي نفس الوقت محصول يعني. وهي سعرها يعتبر ثابت بالنسبه للتوم، التوم يعني السوق بينزل ويطلع والكلام ده. يعني انت مركز في كل زراعاتك في الزرعه هنا، بتجهز الارض للباميه سواء زرعت توم او زرعت حلبه، كل ده عشان خاطر الباميه؟ يعني ممكن يطلع فيهم نبات يعني زي التوم، يمكن يبقى ذروه وممكن يبقى زراعه يعني. تجارب يعني، تجارب بسيطه يعني. مش سرطتين كده. والفاصوليا بقى؟
والفاصوليا فاصوليا بس هو حاليا الجو مش بتاع الفاصوليا يعني، الجو اللي هيجي كإنتاج مش بتاع الفاصوليا لو بس جربنا سربتين برضو شفت الدنيا يعني. طب وايه تاني زرعيه تاني؟ هو الفول البلدي انا جربه برضو كدروه البان، هو بس هو طويل شويه يعني ممكن ما ينفعش، بس ايه يعني هنشوف سلوكه ايه يعني يعني سرابه ولا حاجه مش هتخسر حاجه يعني جرب. بحيث يعني تزرع معاه الباميه وتشوف هل الثوم افضل بالنسبه للباميه ولا للفول؟ احنا مشكلتنا مش الثوم هو كويس خالص بس مشكله الثوم ايه؟ مشكله الثوم التكلفه بتاعتها عاليه في الزراعه، السوق بتاعها مش مضمون. يعني ممكن يغلى وممكن يرخص. لكن معظم المحاصيل الثانيه دي اسعارها تعتبر ثابته. يعني حبوب زي الفول والحلبه والفاصوليا كل هذا ثابت معاك؟ اغلى حاجه الكمون، الكمون اللي هو كيلو 250 او حاجه. طب بالنسبه للكمون يعني انت زرعه برضه عشان يخدم الباميه ولا كتجربه الكمون ككمون بحيث انت هو الكمون في حد نفسه مهم. وزراعته صعبه وانا جربتها قبل كده وما نجحش معايا. اقول لك حساس للميه خالص الكمون، فانا عاوز اجربه ثاني يعني واحاول فيه ثاني يعني، في نفس الوقت ممكن ينفع ضروه للباميه. ما هنشوف برضه ما نعرفش ناكد المعلومه. وان شاء الله نحن نشوف نتيجة التجارب ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله معك. ان شاء الله. يعني حنبص على البامية نشوف هل اللي حمل بامية من الصقيع الثوم ولا الفاصوليا ولا الفول البلدي ولا الحلبة ولا الكمون، مش كده؟ والله انا كنت لاحظت قبل كده كان يكون جنبك مزروع برسيم حجازي. برسيم حجازي يكون جنبي ويك بيحمل ويك، قلت الحلبة ممكن تاخذ نفس السلوك يعني. طب انت لما هتزرع بقى هتزرع الفول والفاصوليا والحلبة كل ده في نفس الاتجاه اللي هو عكس الشمس؟ كل عكس الشمس عشان البامية هتكون مع الشمس، عكس الشمس كده؟ او في اعلى حتة في السرابة بحس بحس يبقى كذروة يعني. ده الثوم، ده الثوم يا باشمهندس. كده يعني نسبة التخدير ما شاء الله يعني كويسة. لو هم بص الخمس سرايب دول مختلفين عن باقي الأرض، يعني باقي الأرض ما فيهاش نسبة التخدير دي. يعني نسبة التخدير أعلى في الخمس سرايب دول. الخمس سرايب دول أنا رميتهم في نفس اليوم اللي زقيت فيه. نفس اليوم اللي زقيت فيه بعد ما زقيت يعني بساعة كده ورحت رميتهم. تمام. لكن باقي الأرض اترمت تاني يوم. تاني يوم. فنسبة التخدير بتاعتهم فرق جامد يعني. طب يعني ايه ممكن يكون السبب يا باشمهندس يعني يا اخي؟ مش عارف بالظبط، عشان ممكن يكون عشان الرطوبة كانت يعني شديدة. فخدت حقها في الرطوبة يعني، خدت حقها في الترطيب يعني. عن باقي اللي هو كان ثاني يوم كان نشا بس الموجود. زي كده يعني. تمام. طيب هنا عادي يعني باقي الارض 10% دول يعتبر 80% تخدير. 80% تخدير هنا. فكده يعني ننصح اللي يكون حاصل يرمي على طول بعد الميه، يعني بعد الميه بساعتين كده يرمي على طول. ما يستناش ثاني يوم. اعلى نسبه تخدير يعني، وده اللي محتاجينه يعني برضك. ده الثوم اللي 16 يوم ودول طالعين يعني لهم فتره يعني. فده يوفر في الوقت يعني. طب اقصى حد لتخدير الثوم يعني انت هتقعد كده؟ والله انا شفت لغايه 60 يوم بي. يا صورت فيديو قبل كده مع ابو حسن عبد الرحمن. ابو حسن كان 55 يوم وعمره وكان في لسه بيخدر. طيب في بعض الاحيان اصلا لما كنت مع ابو حسن كانت اللي هتتاخر دي يا اخي يكون مزروعه يعني معكوسه. معكوسه بتخدر بالعكس وتلف. في اغلب المزارعين بيقول لك معاك لغايه شهر لغايه 30 يوم هو بيخدر الثوم.